جهود إماراتية كبيرة هنا في المعرض تبذلها دولة الإمارات في سبيل تقليل هدر الغذاء. وهنا أيضا مبادرة نعمة للحديث أكثر حول هذه المبادرة. يسعدني أن تنضم إلي خلود نويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات، أمين عام لجنة مبادرة نعمة. مرحبا بك معنا. في البداية لو نتحدث عن أهداف مبادرة نعمة. مبادرة نعمة هي المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030. المبادرة تركز على رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية تقليل نسبة الهدر، وأيضا تركز على تغيير السلوكيات الحالية وتبني سلوكيات أكثر استدامة لمواردنا، وأيضا تركز على أهمية العمل مع الشركاء على مبادرات ممكن تساهم في تقليل فقد وهدر الغذاء من خلال سلسلة الإمداد الغذائي. نعم، لو تحدثينا عن مشاركتكم أيضا في هذا المعرض، في معرض الاستدامة لهذه الدورة. طبعا هدر وفقد الغذاء يتسبب في إحدى الأسباب المهمة اللي تأثر على تغيير المناخ، فنحن اليوم موجودين عشان نعرف الناس أكثر بأهمية تقليل هدر الغذاء، وايضا عشان نرفع مستوى الوعي عن هذه الأهمية وعن المبادرة نفسها، عن مبادرة نعمة.